عندي سؤال يا شيخ. تفضل. حديث ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه قال ان الله خلق ابن ادم على صورة الرحمن. باطل. باطل ها؟ ايوة. الله يحفظك. الذين يصححون لا يعرفون التصحيح. الله يحفظك. والحديث الصحيح إنما هو بلفظ إن الله خلق آدم على صورته ليس على صورة الرحمن. على صورته المقصود فيه آدم. اسمع، هذا هو اللفظ المشهور المعروف في الصحيحين، وفي رواية في البخاري تفسر الرواية الأولى: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. فإذا هو آدم. الله الله يحفظك. أنت سأل من دعائك يا شيخ، الله يجزاك. وأنتم كذلك لا تنسون من دعائكم الصالح. أمان الله. والسلام عليكم.